أهلا بكم. تم اليوم بالرباط انتخاب نزار بركة أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب. وجاء انتخاب نزار بركة بعد أن حصل على 924 صوتا مقابل 230 صوتا لمنافسه حميد شباط من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني الذي يتكون من 1283 عضوا. وكان الحزب قد ذكر على موقعه الإلكتروني أن أعضاء المجلس الوطني اختاروا بكامل حرية الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال في أجواء من الحماس والانضباط خلال انتخاب مطبوع بالنزاهة والشفافية على حد تعبير الموقع، فيما ينتظر أن يختار المجلس أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.